العملة التركية ترزح تحت وطأة ضغوط ثقال، ذلك أن الليرة تدفع ثمن الفائدة المنخفضة أسعارها، وتدفع كذلك فاتورة المستوردات الباهظة، فهي تنتمي لبلد يعتمد على مصادر الطاقة المجلوبة من الخارج، ما يعني أن أنقرة مطالبة بدفع دولارات إضافية لابتياع النفط والغاز، مبالغ تقل عن تلك التي تقبضها بفضل صادراتها. إن كنت مواطنا أو سائحا تقصد إسطنبول هذه الأيام، فيمكن لك الحصول على دولار واحد مقابل 9 ليرات، وإن غبت عن البلاد ل5 سنوات ثم عدت إليها مقيما أو زائرا، فضع في حسبانك أن العملة التركية فقدت ثلثي قيمتها. تركيا شأنها كشأن الاقتصادات النامية الأخرى، تتأثر ولا تؤثر بما يجري في واشنطن، فقرار من قبل الاحتياطي الاتحادي الأمريكي كفيل بتعديل مزاج الدولار وتعكير صفو غيره، والعكس صحيح. الأتراك يرون في تراجع عملتهم تحديا آخر يضاف إلى تحدي كورونا، فهو يذكي معدلات التضخم فيقدم قسطا من مدخراتهم ويجبرهم على مضاعفة جهودهم للحفاظ على مستوى دخولهم السابقة. هبوط الليرة لا يمثل شرا مطلقا على البلاد واقتصادها، ذلك أنه يعزز قدرة الأتراك على التصدير للخارج، فترتفع منافسة المنتج التركي المعروض في متاجر ميونخ ولندن ونيويورك. الليرة التركية تنتظر اليوم من يغير مسارها، فرفع لأسعار الفائدة وانتعاش للسياحة والتجارة يكفل إعادة الاعتبار لها، وما دون ذلك قد لا يسعفها على التعافي على الأقل في المدى المنظور.